الذين يعرفون المدة التي مرت بنا، أنا طبعا مخضرم أدركت شيء من الفقر وعشت فيه فترة، لكن ما عشت اللي عاشه أبويا قبلي، لا، كان الشاي هذا أسطورة، وأنا صغير كان إذا صبوا لنا الشاي واحد ما فيه، قال قد اثنيت إن كان قلت إيه وقد أخذت واحد، قال خلاص ما معك إلا هو، فيعطوني كسرة أقوم أترقى رأسها بس توصل الشاي، لأني لهبتها كلها نشفته، فأحط رأسها بس تحليه إلين أغلق الخبزة قد عاد نص الفنجال علشان أشرب النص الثاني، كيف أشربه بسطة ما عاد مع خبزة. هذا موجود الآن؟ لا إله إلا الله. نحن والله في نعم مخيفة، العقلاء في قلوبهم مثل الدهرة خوف منها، يقولون إيش بك تصيح وانت الأعلى، قال أخاف من الانقلاب، تخاصم هو واحد وذاك تحته، اي نعم، ويدقدقه ويضربه ويبكي يصيح، قال إيش بك تصيح وانت الأول، انت فوق انت، اي نعم، قال خايف ينقلب ذا علي، فنحن نصيح ذا الحين ونحن فوق، لكن إيش نخاف منه؟ نخاف من الانقلاب. إيه، ما عندنا في بلادنا تفاح أبو لمعة، ولا برتقال أبو صرة، ولا موز أبو نقطة، ولا نعرف الكاكا والكيوي، ما نعرف شيء، ما نعرف إلا الجنى، تعرفونه النبق اللي تأكل الآن القرود، والله لقد كانت هي الفاكهة التي يشتريها لنا أبونا يوم الثلاثاء من أبها، نرقب مع الظهر جاب ربعة نبق نتسابق عليها مثل القرود، وشفتها قبل فترة وأنا في أبها فإني أشتري منها شوية وإني أروح البيت ويبقي تأكلها، وإذا ما لها طعم، أثاره الجوع اللي يخليها طعم، ما لها طعم مرة والله، وإني عود أرجم بها، ونحن قدام أعظم شيء ما عندنا إلا هي، ما عندنا إلا هي. خبز البر هذا كان ما فيه، ما فيه البر هذا يخلونه للضيف، اي نعم، حزوبة للضيف، وكان الثوب الزين للعيد، والحناء للعيد، والفراش للعيد، كل شيء للعيد. الآن إذا جاء العيد في شيء للعيد؟ أيامنا كلها عيد، كان الرجل معه ثوب واحد ومعه في سدره أذان، ومعه في سدره هنا إبرة، يعرفون الشيبان، ليش الإبرة؟ يخيط ثوبه وينقش الشوكة من رجله، ما في حذايل ترو، قد مع الواحد حذيان من جلده، يمشي على الشوك تتكسر ولا يدري بها، تتكسر في الجلد الميت. الآن تشوفون في شوارعنا أحد يمشي حافي؟ والله لقد كنت، وقد ذكرت هذا في إحدى المحاضرات، في عام 74 للهجرة وأنا في رابع ابتدائي في السعودية بأبها، 400 طالب، والله ما فيهم واحد مع حذيان إلا ولد واحد، ولد الأمير، ولد تركي الماضي اسمه مشاري، زميلنا في المدرسة، فكنا في الصباح في البرد الشديد، وقد تشققت رجولنا وتبزبز فيها الدم من الشثن ومن البرد، نتلفت فيه نقعد في الفسحة نشوف رجل مشاري كيف هي قاعدة في الحذيان. واليوم عندك حذيان واحدة في البيت، كم حذاء، كم ثياب، ثياب صيف وثياب شتاء وثياب نوم وثياب رحلات، كم بشوت، كم مشالح، كم فري، كم عبي، من اللي يخيط ثوب اليوم في بيته؟ حد يخيط ثوبه؟ حد يرد الازرار اذا انقطع؟ لا، يرجم بعاده جديد، يقول جيب ثوب ثاني يا ولد. اقول لو رقعت قبل انك جديد. نعم، ما حد يرقع، ومن يطيعك يرقع؟ لا المراه تعرف ولا انت ولا احد.